السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بحضراتكم ورحب بالبشمهندس المعماري أسامة الفار، رومانس معماري شريك في يوني ديزاين التي تمتلك مكاتب في الإمارات وقطر والمملكة المتحدة ومصر وقريبا في الولايات المتحدة، والفائز في العديد من المسابقات المعمارية في المنطقة، وأعماله منتشرة في عديد من البلدان مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة وسويسرا والمجر وعمان وليبيا واليابان، وما شاء الله متخصص في العديد من انواع المباني زي المباني متعدده الاستخدام والمباني السكنيه وناطحات السحاب والمباني التجاريه والحكوميه والمباني الفنادق والمنتجعات. وشارك مع فريق المطورين لعدة تطبيقات معماريه شهيره لتصحيح المسار وتقديم النصح وعمل الدورات التدريبيه للبرامج الاتيه: مورفوليو، تريس، كونسبت ابلكيشن، يو ميك اند شيبر 3 دي. هو محاضر في العديد من المناسبات وألقى بشكل دوري دعوات تلقى بعد شكل دوري دعوات من بعض الجامعات لإلقاء محاضرات نوعية، وإن شاء الله هنشوف فيديو تعريفي للبشمهندس أسامة الفار. ما شاء الله باشمهندس أسامة، حاجة جميلة جدا، الله يكرمك. النهاردة إن شاء الله المحاضرة عن التطبيقات المعمارية من واقع تجربة عملية، وإزاي الواحد يبقى المكتب بتاعه والبرامج كلها موجود معاه في أي مكان هو يروح فيه، ومقارنة بين التصميمات القديمة والتصميمات الآن. جزاكم الله كل خير، واتفضل يا أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا اهلا بالحضور جميعا. وطبعا حاليا دلوقتي ما زلت شغال من البيت وبس، والفيديو اللي هو التعريفي ده المفروض ان هو وضح شويه انا ايه، يعني انا عملت ايه في حياتي الفتره اللي فاتت والشركه بتاعتي والبراكتس الواحد عمله. كان من فضل ربنا ان الواحد اشتغل في اماكن كانت عباره عن كانها مصانع، يعني كان الواحد كان عنده كتير فرص ان هو يشتغل في مشاريع هاي رايز وبيج سكيل وهكذا. انا مش هطول عليكم، هنبتدي على طول. النهارده هتكلم على موضوع التابلتس، والتابلت ده هل هو حاجه ضروريه في حياه المعماري ولا لا؟ من واقع تجربه بالنسبه لي انا حاليا دلوقتي بسبب وجودي طبعا يعني ايه بشتغل مع المكاتب بتاعتنا في سواء في قطر او في الامارات او في مصر، حاليا قاعد شغال بمارس كل حياتي من خلال التابلت او من خلال البرامج اللي الواحد شغال عليها. كان الواحد كان يعني قدرا كان من فتره شويه قبل كده، وكان المفترض ان هو يعني كان
كان المفترض ان هو كان قبل كده اهوت من فتره كان اشتغلت بموضوع اللي هو التابلت، واشتغلت على كل البرامج تقريبا، وتعرفت على بعض الناس يعني حتى اللي هم الديفلوبرز، الديفلوبرز بتوع البرامج نفسهم بتعاون معاهم على اساس ان هم مجموعه بيتا بتنزل لنا مجموعه البرامج ديت قبل ما تنزل للبابليك، وبحيث ان احنا بنجربها ونشوف المشاكل اللي فيها، بندي ادفايسز وهكذا. هبتدي على طول بالبرامج، ويمكن بعض الناس المفترض ان هي عندها شويه فكره عن موضوع ازاي الواحد يستخدم التابلت او عنده بالفعل تابلت. في طبعا الواحد بيتكلم على، اظن كده واضح، اظن يعني المفترض المفترض اللي حاصل كالتالي، ان احنا في عندنا البرامج اللي هي العاديه اللي الواحد اصلا بينزلها، واللي هي بتعمل بتصور الكروت، اللي هي بتقرا البي دي اف، اللي هي بتملى البي دي اف، اللي هي بتشيك على الايميل بتاعك، يعني كل الاشياء دي كلها المفترض انها موجوده بطريقه عاديه وموجوده في على يعني الناس كلها تستخدمها. ولكن احنا كمعماريين يعني كان قدرنا كده ان احنا ابتدينا شفنا بدايه ظهور التابلت، وشفنا ان بعض حتى الابلكيشن ديفلوبرز كانوا في بعض الاوقات كانوا رايحين في اتجاه الفن، تمام، يعني في اتجاه ايه التلوين والفرش والاشياء دي كلها اللي هي زي فوتوشوب حاجه بالطريقه دي. ولكن قدرنا بفضل ربنا ان احنا ناخد الناس ونلفت نظر الناس ان هو لا، الحاجه دي زي دي احنا اي حاجه بنقدر نستخدمها وهكذا في التصميم. فانا هبتدي على طول، هل انت كشخص محتاج يبقى عندك انت تابلت سواء ايباد او سواء سامسونج او وات ايفر نوع التابلت؟ هتشوف المحاضره وهنعرض بعض البرامج اللي انا بستخدمها بشكل فعلي، وهتحكم بنفسك في النهايه ايه اللي حصل. بس عامه سواء انا عن تجربتي الخاصه، انا كنت بشتغل من بدايه من المانيوال، يعني عصر جيلنا يعني كان بيشتغل من المانيوال لغايه لما دخلنا على الاوتوكاد، وبعد كده هو دخلنا في الريفت، ومن اوائل الناس اللي كنا بنشتغل بالفوتوشوب، وكنا مستعجبين يعني ايه البي اس دي فايلز ازاي، يعني كنا قعدنا مثلا شهر ليه الملفات كبيره قوي بتاعت وايه اللايرز اللي موجوده، يعني كنا قاعدين وكنا هانجري يعني فور انفورميشن اباوت، وكنا منتظرين، ما كانش في نت وما فيش يوتيوب وهكذا. فالنهارده اول حاجه هبتدي بالاوتوكاد اللي هو الاشهر، تمام، وطبعا برنامج هايل واوتو ديسك، وهو فيه تو فيرجنز. لازم اجاوب يس نو ثانكس. فمثلا حاجه بالطريقه دي، احنا هنا سي انا عندي في مشروع ده، ايه ال يعني ايه الاوتوكاد اللي موجود دوت، وايه الفرق بينه وبين الثاني اللي هو موجود على الجهاز. اول حاجه طبعا ده خفيف شويه، يعني ما بيتحملش كتير ان يبقى فيه شغل كتير وتفاصيل وهكذا. وتاني حاجه بيبقى فيه تو فيرجن، فيرجن رقم واحد اللي هو ده انا ما عنديش ما بستخدموش كتير يعني، ولكن فيرجن اللي هو بيتيح لي ان انا اشوف ملفات بي دي اف، اعمل زوم ان وزوم اوت واشوف التفاصيل واشوف كل الحاجات دي كلها، وبيديني اختيارات ان انا بقدر اقيس مقاس من هنا لهنا، مقاس ده حوالي 22 متر 600 وكذا، ان انا اقيس من هنا لهنا بس، يعني بيديني بعض المقاسات اللي هي زي بيحسب لي مساحه، بيحسب لي يعني الاريا بتاعت وات ايفر الريديوس بتاع الدايره دي، هو بيحس بالدايره وبيديني بعد كده هو الريديوس بتاعها، الانجل بتاعتي، الاريا بتاعت المساحه اللي انا عايز اديها له، يعني مفترض ان انا بختار حاجه زي كده وهو خلاص حسب لي اوريدي الاريا بقت اصبحت موجوده هنا مكتوبه. فدي نوعا بشكل بسيط يعني ممكن تقول ان هو فيور للاوتوكاد. عايز تروح if you need to go to the الابجريد بتاعتك، بيبقى بيفتح لك بعد كده بعض الحاجات اللي هي تقدر ترسم ريكتانجل ارش بولي لاين، فده نوعا لو انت عايز تعمل رسومات بسيطه بتقدر تشتغل عليه. طبعا يعني قيمه البرنامج اللي هو الفيرجن اللي هو الاعلى بيبقى $50 او $100 لو فيها في بعض الفيشر بيديك مساحات، بس هي 50 زي ال 100 بالظبط، نفس الفيتشرز نفس كل حاجه. ده اختصار، انا مش لست عاشقه للاوتوكاد يعني هنا، ولكن اللي بعد كده هندخل فيه في برنامج اسمه فورميت. فورميت ده عباره عن برنامج لل 3D، تمام،
البرنامج ده بيتيح لك انك بترسم فيه، هو طبعا اوتو ديسك. في بعض يعني عشان الواحد يتعلمه اصلا خدنا يعني مشكله كبيره، او كانت ان هو ما فيهوش توتوريالز، حتى ايفن اوتو ديسك ذيم سيلفز كانوا عاملين يعني البرنامج ده عباره عن ويب بيست. ويب بيست مينز ان انت مش لازم تحمله على جهازك، انت بتدخل على اي سايبر، بتدخل على اي حته في الدنيا، بتفتح الموقع بتلاقي البرنامج موجود على الموقع، وتلاقي ملفاتك موجوده على الكلاود، بتفتحها وخلاص وتشتغل انت كايه كويب بيست. فهم عندهم تو فيرجن، فيرجن بتاع الكمبيوتر وفيرجن بتاع التابلت. فالتابلت مسكين ملوش توتوريال، فبيقول له رايت كليك، هجيب رايت كليك هنا ازاي، اضغط بالماوس على الحاجه الفلانيه، اوكي بعرف اعمل تاب. ولكن كان في بعض المشاكل. هو اوتو ديسك طبعا حاجه محترمه جدا، لازم تبقى عندك اكونت في اوتو ديسك عشان تقدر تدخله. الموضوع من الطف الحاجات اللي مثلا شفتها واللي انت ممكن تستعملها لو انت مثلا سي مسافر قاعد في مواصله، حد سايق بيك العربيه حاجه بالطريقه دي، انت بمنتهى السهوله بتدخل، او حتى تجيب قدام الكلاينت. نفترض ان انا عايز المشروع بتاعي في الحته الفلانيه، احنا في اوكلاهوما، ندخل اوكلاهوما سيتي، الحته ديت هي دي مكان المشروع، نجيب الساتلايت على اساس ان انا اوكي انا عايز ابني حاجه، نفترض دي في المساحه دي. اوكي، فاللي بيحصل اتي ان انا بعمل امبورت ساتلايت ايمج، هي دي المساحه اللي انا عايزها، بظبطها اوكي، وبعد كده بعمل لها امبورت، فبتيجي على البرنامج على طول. ادي المساحه اللي انا المفروض ان انا عايز اشتغل عليها، هي دي. اوكي، رقم واحد بتيجي بمقاساتها، اوكي، رقم اثنين بتيجي بالاورينتيشن بتاعها الشمال مظبوط، رقم ثلاثة بتيجي باللوكيشن بتاعها. ليه هقول لكم اللوكيشن؟ عشان على هي اساس ديت الدنيا بسيطه، ان انا ببتدي ارسم من هنا خط وهنا خط، ادي 30 متر، ومن هنا هاخد خط 36 متر، كل الموضوع في منتهى البساطه، والدنيا شغاله. انا كده رسمت مثلا، ادي الكتله بتاعتي، وبعد كده هو جيت طلعت الـ الكتله اللي انا اخترتها ديت، بطلعها مثلا حسيت حوالي 10 متر، ممكن اقول له 6 متر بس مش عايز اكتر من كده، تمام؟ سوري، 6 متر، 6 متر، واديله انتر، المفروض بقت 6 متر خلاص، واصبح عندي دلوقتي المبنى بتاعي لطيف وظريف. باجي بعد كده ارسم ثاني، ادي نفترض ده انا برسم هنا حاجه زي مبنى او بوديوم بتاع تاور وحاجات من ديت، وبعد كده بطلع التاور ده بالمقاس بتاعي اللي هو مثلا نفترض 60 متر، تمام؟ وهكذا. فبس ديت يعني ليه انا بقول بقى انا موضوع الاورينتيشن، موضوع اللي هو اللوكيشن بتاعنا، ان انا بمنتهى السهوله بقدر اعمل ارمي شادوز. الشادوز زي ما انتم شايفين المفروض انها اترمت بشكل ما. بقدر اتحكم زي السكتش اب، بقدر اتحكم في ايه، في الشادو يمين شمال، اللي هي على حسب الساعه، وبتحكم فيها حسب الشهر، وبقدر اعمل فيه حاجه اسمها ساند اديتور، اللي هي بقدر استخدمها حتى ايفن في الدايجرامز بتاعتي بتاعت الديزاين. حط المبنى وباخد لقطه، بعمل امبورت وبعمل اكسبورت. في حاجات كتير قوي يعني، في لوح التحكم هنا، ان انا حتى ايه لما باجي اختار ده اوتو ديسك يا جماعه، فالمهم الاريا بتطلع لي بتاعت المسطح ده، بختار المبنى ككل، بيديني الفوليوم بتاعي، في اللايرز موجوده، بقدر اتحكم في حتى ايفن الباراميترز بتاعت الرسم نفسه، اللي عايز الايدجز بتاعت الرسمه نفسها تبقى مور ثيك، تمام؟ بحطها زي السكتشي ايدجز، الهيدن ايدجز اللي هي الخلفيه، بحيث انها تبقى ظاهره. ديت الميزه في البرنامج ده ان هو بيرسم لك بسرعه في نو تايم، بيرسم لك 3 دي موديل تقدر تطلع منه بعد كده بين 360، تقدر تطلع منه صوره، تقدر تطلع منه صوره اللي هي مثلا نفترض ان انا هختار الصوره بالشكل الفلاني، وابتدي بعد كده ارسم عليها سكتش، تمام؟ اشكاله بسيطه، مش معقد كتير، ما ينفعش اعمل فيه حاجات معقده، ما فيش توتوريال زي ما قلت لكم اللي هي ايه العيب بتاعه. هوريكم بعض الحاجات اللي هي اللي انا كنت رسمتها قبل كده، اللي هي مثلا نفترض اللي هي اعقد حاجه رسمتها، دي كانت عبارة عن بناية كنت بجرب فيها البرنامج، وهي بتشتغل لها أشبه بالبلوكات بتاعت الأوتوكاد، بتقدر تعمل منها كوبي وبيست، وتقدر تعدل في البلوك أو الكومبوننت بتاع السكتش أب، وبعد كده هو بيكرر الموضوع.
لطيف الاحساس لطيف، وبتقدر ترسم الحاجه دي كلها وانت قاعد بدون لا مسطره ولا قلم ولا ماوس ولا اي حاجه من ديت، وهكذا. تقدر تعمل منه انسيرت تمام لمباني، يعني بمعنى مثلا زي المبنى ده، دي بعض الحاجات اللي انا كنت رسمتها بيه، يعني بمعنى ديت مسجد، كنت ابتديت اخدت السكتش اللي هو المانيوال اللي كنت رسمه، عملت له انسيرت على اساس ان هو صوره، وحطيت عليه المبنى بتاعي، وابتديت اطلع منه الكتل، وبعد كده باخد منه لقطه معينه اللي انا عايزها، ابتدي اشتغل عليها عشان احط التفاصيل في برامج تانيه وهكذا. بقدر اعمل انسيرت من برامج تانيه، ايوه في عندي مثلا زي حاجه كومبليكيتد كنت رسمها قبل كده في السكتش اب، فده نوعا الكتله معقده وكلام من ده مرسومه هناك مش مرسومه هنا. ديت نوعا الايه البرنامج اللي هو بتاع فورمت اللي هو من سكتش اب، سوري من اوتو ديسك. بعد كده هنروح على برنامج تاني اللي هو برنامج من البرامج الشهيره بتاعت جوجل، دي عباره عن سكتش اب فيور. اوكي سكتش اب فيور دوت ما بيعملش حاجه، هو من اسمه فيور بس مكون فيري كومباتبل مع سكتش اب. اوكي بس دلوقتي حاليا ديت بيفتح الاس كي بي فايلز اللي هي جايه من السكتش اب، طبعا يعني بسهوله ما عندناش مشاكل كتير في ان هو يتعرف على الماتيريالز كلها زي ما هي موجوده في السكتش اب فايل، وبيجي بالمعلومات بتاعته، بمعنى ان لو انا هناك عامل سيف لبعض الصور مع شويه انا عامل اوبن لبعض، يعني في بعض الفيوز موجوده طبعا الواحد بيتحكم فيها بمنتهى السهوله، نفس التفاصيل بنفس كل حاجه، يعني مثلا دي حمام السباحه احنا كنا عاملين هنا الجزء ده، و ندخل على سايبه اروح للفيو ده. ده الفيو انا اللي كنت عامله، وبعد كده هو باجي على بتحكم حتى ايفن في الفيسز، يعني بتحكم في الشكل بالتكتشر بالحاجات دي كلها، ولكن كلها عباره عن فيو. اقصى حاجه ممكن يعملها لي مبنى السفاره كنا غاليين، وكنا عاملين المدخل بتاعنا، فديت بمنتهى البساطة أنت ممكن تعمل أنيميشن منه، يعني في حاجة أنيميشن هنا بحيث إن هو يشغل لك الفيوز اللي أنت مسيفها أوريدي، بتقدر تاخد منها صورة تمام على أساس إن أنت بتكمل عليها بعد كده ديزاين، بتقدر تتفرج على كل منطقة بالتفاصيل بتاعتها يعني كل الأمور دي كلها موجودة فقط فيور، ما فيهوش أي حاجة. أقصى حاجة ممكن يعملها إن هو يقيس تمام، يعني بمعنى ان انا عايز اقيس المسافه من هنا لغايه هنا مثلا، دي مدياني 37 متر تمام مسافه من هنا، وبعد كده عايز اقيس المسافه من هنا للارتفاع ده بيديني كذا 7 متر وكذا تمام. فدي اقصى حاجه ممكن يعملها، زي ما قلنا ممكن يعمل كنترول لحاجات كتيره للفيوز وهكذا. انا هروح زي لمشروع تاني، ده مشروع كنت مفترض ان هو كنت عامله ماسنج في السكتش اب، وعايزه اجيبه هنا بحيث ان هو موجود معايا وانا مسافر وانا رايح وانا جاي وكلام من ده، مش محتاج الكمبيوتر بتاعي، بحيث ان انا عايز اخد لقطه، وبعد كده اللقطه ديت باخدها بثبتها وبروح بعد برنامج تاني بعمل بيها سكتش، بس الماسنج نفسها كلها موجوده. اقدر احط صندوق فوق ما اعرفش، اعرف اكبر ديت ما اقدرش، فده يعتبر فيور. في حاجه لطيفه جدا فيه واللي هو موضوع اللي هو الفيرتشوال رياليتي، او ده ايه اللي بيحصل، ان انا الموديل اللي انا عامله في سكتش اب بتقدر، بس لازم تعمل سبسكرايب حوالي $10 في السنه، بحيث ان انت بتقدر توري الكلاينت بتاعك من خلال التابلت بتاعتك، توري له اي صوره في الارض، حته ورقه بيضاء او فيها سترايب او حاجه زي كده، تبتدي تلف حوالين المبنى بتاعك فبتشوفه 3 دي وهو يعني وانت قاعد بتحركه تمام. ديت برامج اللي هي تبع 3D. في برنامج انا بحبه جدا جدا اللي هو اسمه يو ميك تمام. اليو ميك ده له مميزات كتيره، ولكن هو
الدنيا فيه لطيفه يعني، بمعنى هو اصلا معمول على اساس فيري كومباتبل مع الحاجات اللي هي بتاعه ال 3 دي برينتنج. اوكي، ولكن الكيس في الاتي ان انا بقدر يعني، هندخل مثال مثلا، انا هبتدي على طول هعمل جست لايك يو 1 تمام، اليو ميك ده ايه اللي حصل؟ ده هنا المفروض ان هو بيديك الزاويه نفترض من فوق، وانت بمنتهى السهوله في عندك ثلاث اقلام. القلم الاول اللي انت بترسم فيه يعني خطوط عاديه، هوب لفينا اصبحت البوكس اهو موجود، تقدر تعمل انسيرت وهنشوفه دلوقتي. بس المهم ان هو ايه ده، ايه اللي برضه شغال بالمقاسات وشغال شغال بالمقاسات. فهنعمل سريع عايز اطول عليكم، بس نروح للتوب فيو وهنعمل انسيرت للصوره ماي فوتوز، وهناخد سي البلان بسيط زي ده مثلا. ده حطينا ديت هنا، تقدر نظبط له السكيل بتاعها. المهم ادي البلان بتاعنا اهوت، فبقدر اقول القلم بتاعي ده ان انا باخد خط خط برسم الاوتلاين بتاعت المبنى بتاعي. الحرارية المبنى خلاص انا خلصته تمام، الدور الاول والدور الثاني، ودي منظر لطيف، ودي الارتفاع بتاعي وهكذا. فديت انا خلاص كده خلاص الايه السايد بلان بتاعي اللي هو كان موجود ومعاها الكتله ديت، وبقدر بسهوله بقى ارسم رسمه ثانيه تمام. رسم لازم طبعا تبقى مقفوله. بقدر اطلع المنطقه ديت ماشي. الميزه في البرنامج ده حاجه لسه ما اتعملتش يعني، لسه ما هقول عليها دلوقتي، بس المهم ان هو ايه اشوف مثلا الخط ده انا جيت احركه فبيتحرك، فياخد يوصل لي كل الخطوط مع بعضها تمام. يعني هعملها تاني من هنا مثلا، نفترض ادي الخط ده وهبتدي احركه الفه بالطريقه ديت، ومجرد ان انا اطلع بره خلاص هو اخد لي الخط، فهو ما عندوش مشاكل خالص ان انا ابتدي ارسم بيه. طيب في قلم تاني، القلم التاني ده بيتيح لي ان انا ابتدي ارسم بيه رسومات عاديه ولكن بيقفلها لي، ودي نفس القصه ان انا بقدر اطلع بيها فوق واعمل لها اكسترود. ونفس القصه لما تيجي تختار حتى ايفن اللي هو الكيرف ده وتبتدي تعدل في الكيرف بحيث يبقى ويفي بالطريقه ديت وتطلع بره، خلاص اصبحت المبنى نفسه اصبح يعني شغال فيري كومبليكيتد شيبس، ما عندوش مشاكل خالص. لسه برضو ما جيناش للجزء اللي هو اللطيف بتاعنا، يعني مثلا ساي انا هاخد مثلا ساي سيكشن بالطريقه ديت، مجرد ان انا اختار المجموعه اللطيفه ديت وهروح جاي ان هو اتعامل ريفولف، فالريفولف بيديني النقطتين اللي هم بتوع اي ريفولف انت بتستخدمه، يعني بيديك الاكسس اللي انت بتلف حواليه وهكذا. فديت من ضمن الحاجات اللي هي البرامج اللي هي اللي انت ممكن تشتغل بيها كأفكارك المبدئية، يعني فكرة بسرعة وانت قاعد شغال عايز تطلع حاجة. الألطف من كده بقى ان انت ممكن تيجي تعمل حاجة يعني سي حاجة هيفهمها الناس اللي هم بيشتغلوا 3D وكلام من ده، مثلا سي السطح ده ينفع تعمل فيه اي حاجه انت ما تقدرش تعمل فيه، يوجوالي ما تقدرش تعمل فيه حاجه. ولكن لما تيجي تختار السطح ده هو تعمل، تقول له انا عايز ارسم فوقيه ماشي، وتبتدي تعمل فيه رسومات تمام تمام المفروض تنزل عليه، بس هنختار قلم تاني يعني اللي هو الفري ستايل ده، نيجي نختار ديت ونعمل سكتش اون ات، ادي برسم اهوت رسومات معقده ومش عارف ايه وكلام من ده. تيجي تكتشف بعد كده ايه اللي حصل يا جماعه، ان هو الخطوط نفسها مرسومه على السطح المايل ايا كان اتجاهه، يعني ايا كان اتجاهه او كيرف او ملوي كيرف وهكذا. خلينا نجرب على الجزء اللي هو الكيرف مثلا،
ديت هنعمل سكتش عليه وهبتدي اخد فيه زخارف. تمام، حد يعرف يعمل كده في اي حته غير يعني بسهوله بالطريقه ديت؟ فالمهم ده من ضمن البرامج اللي هي اللطيفه. طيب انا عايز اعمل حاجه تانية، الفري ستايل، وده يعتبر اول برنامج بيشتغل بالطريقه دي صراحه. ايه اللي بيحصل هنا؟ ان انا عندي، انا لما باجي اختار اي لقطه كده بتظهر لي بلين، ممكن انتم مش شايفينها كريزولوشن والكلام ده، بس بلين بالنسبه لي بقدر ارسم في اي حاجه في البلين ده، بمعنى ان انا عايز اعمل شجره. تمام، باجي الف انا ايه مرسومه في البلين، تمام كده، هي موجوده في الهواء كده. في حد بيعرف يرسم فري هاند بالطريقه دي؟ طيب خلينا نمثلها يعني مثلا نفترض ان احنا ايه هنرسم بقى مباني اللي هي بتاعتنا. ادي مبنى اهوت، نفترض دي الواجهه بتاعتي، وعايز اعمل فيها قرش كده وقرش وحبه تفاصيل. تمام، وهوب خلاص بقت مرسومه. اجي بعد كده على الكورنر ده وارسم في البلين الثاني اللي هو الجنب بتاع المبنى ده، وهرسم فيه التفاصيل بتاعتي، وهاخد فيه فتحتين هنا وهكذا. الف الناحيه الثانيه وارسم الواجهه اللي هي اللي بعديها، بس لازم اقف هنا بحيث ان انا احدد البلين اللي انا هشتغل عليه، وابتدي ارسم في الهوا، محدش بيقول لي حاجه، ماشي، واخد فيه برضو ايه فتحتين كده. وبعد كده اجي ورا وابتدي اعمل فيه ايه، اختار ديت واكمل بقى بقيه الايه المبنى بتاعي. فانا اوكي، اي شكل، يعني بمعنى ان انا عايز اعمل حتى ايفن اشكال كيرفات وما كيرفات وكلام من ده. يعني خلينا نوريك حاجه غريبه شويه، يعني ادي مثلا السطح ده كده، وانا عايز اخد نفترض المبنى بتاعي عامل كده مثلا، وفي تحت هنا الجلاس، وفي البني ادمين واقفين هنا. المهم فادي انا دي رسمتها ايه، رسمت في الاتجاه ده، ادي الشكل بتاعي ومرسوم في الاتجاه. طيب انا عايز ارسم بقيه الايه السطح نفسه او السمك بتاعه، السمك اهوت، حلو. وبعد كده هو ده اللي في السطح ده، وبعد كده اجي على الجزء اللي تحت واروح مغير الزاويه بتاعتي ورسمت المنطقه دي. اجي على عايز ارسم حاجه تانية اللي هي في السطح ده، طبعا محتاج شويه تمرين عشان تبقى فاهم الموضوع، لان هو بيديك واير فريم في الاخر، وايه وممكن تبقى الموضوع صعب شويه كتخيل ان انت واقف فين بالظبط وهكذا. فديت ادي الشكل بتاعي، وبقدر اختار حتى ايفن نقطتين اللي هم بيدوني الاكس واي بتوعي ده هنا اهوت، وابتدي اوصل بينهم وهكذا، بحيث ان انا هكمل بقيه المبنى بتاعي من هنا، وديت النقطة الثانية أو السطح الثاني، وآخد الكيرف وآخد الكيرف الثاني، بحيث إن أنا خلاص أصبح عندي دلوقتي المبنى بتاعي بنيته في 3D زي ما أنتم شايفين كده. هو طبعا واير فريم، مش ملوش علاقة بالإيه، أنا مش عايز أطول كتير في الموضوع ده، بس المهم إن هو لطيف جدا، إن هو يعني حتى إيفن بعض الحاجات، يعني في ماتيريال، يعني في بعض التكتشرز وبعض ال يعني تكتشرز هنا مثلا، لما تروح على الميتال الفابريك يعني في الستون مثلا، اروح جايب الماتيريال دي احطها هنا. ف اتس يعني ايه سو ايزي، في الجرانايت دي هحطها السطح ده. فهو سوبر ايزي انك تعمل حاجه بسرعه وانت موجود، بدون ما تبقى محتاج توصل للكمبيوتر بتاعك وترسم اي حاجه، ممكن تبتدي ترسمها هنا كماسنج. دي بتطلع ايه؟ بتطلع في الاخر تقدر تمبورت الاس كي بي اوبجكت ل حاجات اللي هي الاس تي ال خاصه بالبرنتنج 3 دي برنتنج وهكذا. دي قائمه الاكسبورت، في عندنا اهوت اللي هو ممكن تطلع صوره، ممكن تطلع الفايل بتاعك، دي كلها الحاجات اللي ممكن يطلعها اس تي ال، يو ميك اللي هو نفس البرنامج الاوبجكت الاس تي بي وهكذا.
ديت ده برنامج اللي هو يوميك، اجمل حاجات فيه زي ما قلت اللي هو تقدر تشتغل فيه فري هاند. ديت حواليكوا بعض الحاجات اللي هي اللي انا كنت اشتغلت فيها قبل كده، يعني كسامبلز. يعني مثلا حاجه زي ديت، ده كان مبنى كنت عملته كده از ديمو يعني. فديت الشكل اللي انا عملته، عملت حبه خطوط، وكنت كمان حتى لو يعني بمعنى شايف مثلا هنا ادي الخط ده هاخده هبتدي ارسم فيه ماشي كده اهوت، مفيش مانع ان انا استخدم مسطره تمام عشان اكمل الخط ده اهوت واكمل الخط من فوق تمام، بحيث ان هو ايه هيكمل لي الكتله بتاعتي اللي انا كنت راسمها. ايه اللي بيحصل هنا؟ ان انا اي كان انسرت الاوبجكتس ديت يعني بمعنى هناخد ديت ونحط الشجرة دي هنا تمام. فالميزة اللي فيها انها تيجي بدون بدون خلفية مقطوعة زي دول، زي البني ادمين دول. دول البني ادمين منهم بيجي 3D من سكتش اب، ومنهم صور بي ان جي تمام. وزي ما انت شايفين تقدر ترسم فيها الحاجه دي بتتعمل في قد ايه، في 10 دقائق بتكون انت صممت الفيلا بتاعتك ورسمتها وعرفت انت هتبقى شكلها عامل ازاي وهكذا. ديت ما هو متعلق بالبرامج اللي بترسم 3 دي. في برنامج غير متوقع اللي هو البرنامج اسمه ما عارفينه طبعا كلكم، جوجل ايرث. جوجل ايرث ده هو من ضمن الحاجات اللي هي لطيفه جدا اللي هي بنشتغل عليها. انا بشتغل بيها ازاي؟ لما ابقى عندي اي مشروع عايز اشتغل عليه، بقدر اول حاجه اروح ازوره مع ازاي. انا طبعا انا بفضل ان اروح في حتت هنا في يعني ديفلوبد مور، على اساس انها يعني زي مثلا مدينه زي دالاس ديت تمام. مفترض ان بيفرق عن جوجل مابس، جوجل ايرث ده بيفرق ان انت بالتو فينجرز تقدر تتحرك وتقدر تشوف المباني تمام. فلما تشوف المباني المفترض ان انت بتقدر، هي بتتكون كده بسبب اللي هي النت عبال ما بيحمل الحاجه، بس بتقدر تلف حواليها وتشوف الدنيا عامله ازاي وتشوف المشروع بتاعك تمام. طبعا احنا الميزه ديت مش متوفره كتير في دولنا العربيه تمام. وفيها حاجة تانية اللي هي موضوع مثلا زي اللي هو الشخص اللطيف ده اللي بناخده نعلقه هناك في ده اللي بيديك الستريت فيو، يعني بمعنى أول ما تضغط عليه بيظهر لك الخطوط الزرقاء اللي هي متصورة فيها تنزل، فبيعمل لك اللود للستريت فيو وبتنزل جوه الستريت وبتشوف اللي هو الريل بيكتشرز، وبتقدر تتحرك وبتقدر تاخد صوره نفترض على المبنى ده او غيره او وات ايفر. يعني مثلا زي انا هاخد صوره زي ديت وهقول لكم هاخدها ليه، مثلا صوره للتاور ده. كل اللي بيحصل ان انا باخد سكرين شوت، والصوره بعد كده هو انا بسيفها وبتعامل معاها في حته ثانيه. يعني بمعنى ان ادخل مثلا على البرنامج ده وباخد اللقطه ديت اللي انا لسه جايبها وبقدر احطها واديها ترانسبيرنسي شويه، وابتدي بعد كده اهوت اعدل عليها التعديل بتاعي اللي انا عايز اعمله. يعني هنا اغير الفيس ده تماما او اغير لونه واعمله سوليد او وات ايفر. فبتقدر لازم اشيل بنقدر نعمل ايه؟ بنقدر نغير في الصوره نفسها ونعمل تعديل في البلكونات من الكلاينت معايا، وبنقدر نعمل لك تعديل هنا وهنخلي لك ديت عشان ما حدش يقع، هنبني لك هنا طابور ونعمل لك الحاجات العجيبه دي مثلا يعني. فالمهم ان هو ايه؟ ده بتقدر تعمل تعديل على الصوره اللي احنا لسه يا دوبك جايبينها من شويه تمام؟ وتقول له انت قصدك كده انا بفكر في كده. فبتقدر تعدل في الصوره نفسها اللي هي بنظر.
طيب نرجع بعد كده، سوري، نرجع بعد كده لل ده. طيب احنا دلوقتي الستريت فيو ده انا ممكن استخدمه لو انا موجود في امريكا، موجود في اوروبا، موجود في اي حته. طيب وات اباوت الميدل ايست؟ الميدل ايست للاسف في عندنا حاجتين، يعني في عندنا مثلا زي في دبي، يعني دبي مثلا نفترض عندي المنطقه ديت، لما تيجي تشغل اللي هو الشاب ده هتعرف ان الحاجات دي كلها اوريدي موجود لها، اوريدي جوجل صورتها، فبتقدر تقف هنا تروح على الستريت فيو بس ما فيهاش ال 2 دي، يعني سوري 3 دي بيلدينج مش موجوده، ولكن موجود فيها الستريت فيو، موجوده بالمباني بتاعتها بالاماكن بتاعتها. دي مثلا منطقه نزلنا فيها غلط كده، هبطنا فيها الخطا، بس المهم الشاهد في الامر ان هو بتقدر تتعامل برضو بحيث انت بتروح تشوف الموقع بتاعك، تاخد له صوره، تاخد له حاجه، بحيث بتساعدك وانت شغال في ان انت بتشتغل، تعمل عليها سكتشات، تتطور فيها وانت موجود في مكان ما، مش لازم تبقى موجود في مكتبك وهكذا. طيب حاجه ثانيه غريبه جدا انا استخدمتها في برزنتيشن، يعني برزنتيشن انا ممكن اروح للكلاينت بتاعي وابقى واخد معايا ديت وموصله بالنت وقاعدين بنشوف الموقع وندخل نعمل زوم، تفرق كتير جدا جدا غير لما تبقى انت قاعد بتسمع وخلاص، لا بتسمع وبتفتح التاب بتاعك وتبتدي تشتغل عليه وتبتدي تطلع الصوره وتقضيها على تاخد لها لوكيشن وتحطها على الفورمات وتطلع لها ماسنج وتروح على الكونسبت تبتدي تعمل عليها سكتش وانت قاعد. كل الكلام ده كله بيفرق كتير جدا ما بين واحد للتاني. طيب ايه اللي عندي تاني من ضمن الحاجات اللي هي في منتهى الغرابه، يعني ان انا لما كنت بروح لكلاينت كنت بستخدم الفيسبوك في ان انا بعرض الشغل بتاعي، بمعنى دي مثلا زي الموقع بتاع شركتي، ففي ده بعض الحاجات، فانا حملت مشروع اول حاجه عملناه له في ريندرنج في 3 دي، تمام، يعني في الماكس عملناه 360، تمام. البرنامج الاخير جوجل ايرث ولا مش عارف السؤال ايه، بس هو جوجل ايرث يعني الابلكيشن بتاعه. البرنامج ده ايه الميزه اللي فيه او ايه اللي بيحصل هنا، ان الفيسبوك عنده امكانيه ان هو يعرض الصور 360، ودورت على كان وقتها يعني دورت على اي ابلكيشن بحيث ان هو يعرض لي الحاجه، ما لقيتش غير الفيسبوك، فحطيت الحاجه عملت لها ابلود برايفتلي على الفيسبوك، وبعد كده رحت عرضت الحاجه ديت بحيث ان الكلاينت اصبح ماسك التابلت وقاعد ايه بيحركه يمين وشمال بحيث ان هو بيشوف المشروع بتاعه وعامل ازاي ويعمل زوم ويقرب ويبعد وشايف كل حاجه وهكذا. فدي من ضمن الحاجات اللي هي يعني ده دي لقطه تانية لنفس المشروع. ادي المشروع دي البلازا اللي هي كانت موجوده، وتقدر تشوف لغايه كل حاجه المشاريع، يعني تشوف الشبابيك بتاعتنا هنا، طيب المحلات عامله ازاي، طب الناس واقفه فين، طب فين بيقعدوا، طب كذا كذا كذا، بيبقى شايف ومتخيل وموجود جوه يعني جوه المشروع بتاعه. وبعد كده حتى ايفن بعد ما خلصنا الطلب ان احنا نعمل لقطه، مثلا لقطه غريبه جدا من حته كده في كورنر ملوش معنى، هي ديت ادي الكورنر بتاعت المبنى وادي الشارع وهنا في اسوار بحب فيلات. والمهم ديت كانت من ضمن الحاجات اللي هي البرزنتيشن، بنحاول نعرض حاجاتنا، فانا ما عنديش مشكله نعرض على ان شاء الله حتى جيمز، ما عنديش مشاكل، بس المهم انها توصل الفكره بتاعتك للكلاينت. نروح بعد كده للبرامج اللي هي اخر حاجه بقى بالنسبه لنا، اللي هي عباره عن رسم بقى. نرسم ازاي؟ انا يعني انا يوجوالي بصمم حاجاتي كلها برسمها على على التابلت ببرامج كتير في السكتشات، وفي برامج كتير صراحه يعني الواحد نزلتها، يعني مثلا سيدي مجموعه البرامج الواحد قاعد شفتها وجربتها، ففي عندك اللي هو السكتشز، في عندك المورفوليو تريس، في سكتش بوك، في ادوب سكتش، وفي سكتش بوك، انذر سكتش بوك ده اكسبريس،
وفي الميديا بانج ديت حاجه اعتقد حاجه ياباني او حاجه بالطريقه ديت، فيري كومبليكيتد، مش كومبليكيتد يعني موجود في حاجه كتير. اللي هنبص عليه دلوقتي هنشوف ثلاث حاجات اللي هم الاقرب لشغلنا احنا. في حاجه اسمها بروكريت. فبروكريت ده اول حاجه الكنبه، بتختار الكنبه اللي انت هتشتغل عليها، مثلا اختار اللي هشتغل حاجه 5000 5000 الريزولوشن بتاعتي يعني، وبختار اللون بتاعي. الدنيا بسيطه هنا، الانترفيس بسيط جدا. ايه اللي فيه؟ ادي اللي ادي اللي بيحصل يعني، ده مقاس البراش بتاعتي. البراش بجيبها منين؟ وطبعا فير سنسيتيف يعني الواحد يرسم عليها، تقدر تعمل امبورت الصوره، تقدر تعمل اللي انت عايزه. مشكلتها الاساسيه اللي هو بالنسبه لي انا اول حاجه، هو برنامج هايل يعني، بمعنى هوريكم حاجه كده خلينا نتعقد ماشي. يعني ده الانتاج بتاعه، انتم متخيلين ان هو حد عامل الصوره ديت بالجمال ده تمام، بالتفاصيل بالعبقريه ديت، وشوف حتى الناس حتى ايه التفاصيل والاضاءه يعني هو اتس فوتوشوب، ده الفوتوشوب بتاع التابلت. ايه اللي شدني فيه؟ يعني انا ما صراحه مش مشدود ليه قوي يعني، بس في بعض المميزات يمكن حد فيكم يحبها. في ليه اصدقاء بيحبوه جدا جدا وبيشتغلوا بيه. انا بالنسبه لي من ضمن الحاجات اللي هي نقطه ضعف اللي فيه ان هو في قلم واحد. اوكي، هو ساعات في بعض الاوقات بيعمل لي زي شورت كات هنا، بحط فيها يعني مثلا ايه اللي هم الست حاجات دي، ممكن احط فيها بنسل هنا، احط كذا احط كذا، ولكن انا عايز حاجه زي كده، انا عايز مقلمه، عايز ثلاث اربع اقلام جنبي قاعدين شغالين، بقدر اسحبهم، ده الاحمر اضرب بيه خط. انما ده مشكلتها الاساسيه ان انا اول حاجه سايب بختار اساسي القلم اللي هو الرصاص ده، وهو لونه اسود، فادي الحاجه بتاعتي، ادي تيك تيك تيك، بتقعد ترسم بيه وتتخن نهاياته بالطريقه ديت مثلا يعني. ادي حاجه من ضمن الحاجات اللي هي اللي هو الشغل، القلم الرصاص بتاعه حلو جدا 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 تمام. وديت الاوباسيتي بتاعت القلم بتاعي، وديت السمك بتاعه، يعني الدنيا بسيطه بس فيها قلم. القلم كل انواع الاقلام دي كلها، ومن تدخل جوه القلم نفسه تلاقي فيه تعديلات كتيره جدا 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 كتير اوفر يعني. عايز الشيب بتاعته يبقى عامله ازاي؟ لا طب الشيب فيها مليون متغير، دايناميك يبقى فيها كذا، طبعا بتغرق فوق ده كله قلم. مع ازاي انا مش محتاج كل الكلام ده، احنا نوعا كمعماريين ابسط من الايه، من اللي بيحصل ده. طيب ايه الميزه او ايه الحاجه اللطيفه الواحد شغال ديت اللايرز، ممكن تيجي على اللاير ديت وتعملها كلير خلاص حلو كده. من ضمن الحاجات اللي هي لطيفه جدا جدا اللي هي حاجه اسمها برسبكتيف جايد. فالبرسبكتيف جايد ديت تعمل دروينج جايد وتعمل اديتنج دروينج جايد في 2 دي. 2 دي ديت يعني ايه؟ بحيث انت ايه، ما تعرفش ترسم غير افقي وراسي بس تمام، which is very good تمام. وممكن تقلب الحاجه بتاعتك تخليها ايزومتريك، ترسمش غير كده يعني. خلينا نجرب الايزومتريك ده مثلا نقول دان تمام. انت كده بترسم بطريقه عاديه، ولكن لو جيت هنا وشغلت دروينج اسيستنت هتلاقي نفسك ما بتعرفش ترسم غير في الاتجاه بس ده. ففي العاده اللي بيحصل ما بيديلكش اي حاجه غلط، انت بتفضل شغال 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 تمام، كله مظبوط يعني، ما تغلطش ولا غلطه في ايه، في الرسوم. لو نظفت ايدك كمان تبقى الدنيا جميله وهكذا. وحتى ايفن اللي هو الشيد بتاعك بتخليه راسي ما عندكش مشاكل، تخلي ديت افقي ما عندكش مشاكل، يعني جميل جدا في ايه، في انك تتعامل بيه كده. إيه طيب نقدر نعمل حاجه ثانيه انا اهوت في الـ ده بتقدر تعمل برسبكتيف. وريز برسبكتيف، برسبكتيف هنا ايه اللي بيحصل؟ بتختار نقطه تمام، وبتختار نقطه ثانيه تمام، شايفين النقطتين دول؟ فالنقطه دي انت قاعد بتتحرك بيها هنا، ودي بتتحرك بيها في الاتجاه الثاني، وتقول لي يلا دن تمام دن اوبس نو يا الايديت سيلكت. خلينا نروح لده وبعد كده نرجع تاني برسبكتيف، نقول له كلير ديليت ديليت ديليت. اوكي عملنا واحده هنا واحده هنا. طيب ادي النقط بتاعتي اللي انا بقدر اختارها واتحرك بيها، واقول له دان يلا. فبيظهر لي هنا زي ما انتم شايفين كده ايه، في بعض الخطوط اللي هي الافقي والراسي وهكذا،
واللي بيتيح لي ان انا اشتغل. لما باجي اشتغل ايه اللي بيحصل؟ ان انا بشتغل دايما في الاتجاهات، يعني الاتجاه ده والاتجاه ده بس. انا في عندي حاجه مش مظبوطه هنا، فهضطر اعمل واحده ثانيه معلش، عشان ايه انا مش فاميليار بايه اللي بيحصل ده. هنا برسبكتيف، اخترت نقطه واخترت نقطه وحركتهم وبقول له دان، وابتدي بعد كده ارسم بالقلم بتاعي. فالقلم بتاعي اهوت، انا برسم اهوت، نفترض ادي المستطيل مثلا، وبطلعه فوق كبرسبكتيف، وباجي هنا بعمل برسم الخط ده. طبعا يعني هي الزاويه غريبه وصعبه، ولكن ايه، ولكن شغاله. هذه مثلا نفترض هعمل هنا اهوت المبنى ده اللي هو متهرب هنا تماما، وهعمل مبنى تاني اقصر منه، مبنى تاني اقصر منه، وهاجي على الحته دي واروح جايب واخد هنا عامل كتله تانيه. فانت بترسم بدون اخطاء، بدون اي حاجه، ما عندكش ادنى مشكله. وطبعا الفيل والاشياء والحيط السلكشن ده بيشتغل بنظام الراستر ايمج اللي هو زي الفوتوشوب بالظبط، يعني تقدر تمسح فيه يعني تمسح اللي انت عايزه في ديت، ما تلاقيهاش بعد كده. هو غير بعض البرامج اللي هي بتشتغل بنظام الفيكتور زي الالستريتور، دي بتبقى لها فلكسبيليتي تانيه. فده برنامج من ضمن البرامج انا بحبه وبشتغل بيه، وهوريك بعض الحاجات اللي انا اشتغلت بيه عليها. يعني مثلا زي ده عباره عن مبنى، انا يعني لو تلاحظوا كان ده شكل ده شكل الحته اللي انا رحت زرتها، وبعدين قررت ان انا ابني فيها ايه مبنى. حطيت الاول بالقلم الرصاص على اللاير، وبعد كده مسحتها، وبعد كده ابتديت ارسم عليها، وبعد كده في لاير تانية ابتديت اعمل فيل والونها، لغايه لما وصلت لايه، لحاجه زي كده. استخدمت فيها ايه البرسبكتيف جايد، which is great. ديت واحده من ضمن الحاجات بقدر الون بيها، ديت من ضمن الحاجات اللي هي لما جيت استخدمت فيها اللي هي الافق الراسي، حاجه برضو لطيفه. وهكذا يعني، فيها بعض الحاجات اللي انت ممكن تاخد صوره، وبعد الصوره تبتدي تحط لها انت البرسبكتيف بتاعها. يعني تاخد الصوره بعد كده تبتدي تحط لها انت الخطوط بتاعت الايه اللي طالعه من الفانشنج بوينتس، بحيث انها في النهايه بتطلع لك منظور مظبوط ما فيهوش اخطاء. هنيجي بعد كده اهوت للمورفوليو تريس. تريس ده برنامج معمول للمعماريين فقط، يعني هو اللي مصممه معماريين، هم مجموعه شباب ومن اصدقائي يعني بالمناسبه، موجودين في نيويورك ستة سبعة كده مفترض، وهم بجوار شغلهم قاعدين بيشتغلوا ايه عاملين ابلكيشن. فالابلكيشن ده الميزه اللي فيه ان هو معمول للمعماريين، بيحسب مساحات، بيعمل مقاسات، مخصوص للمعماريين. فديت ال دي بقى الحاجه الحلوه اللي انا بحبها، اللي هي موضوع اللي هو يبقى في عندك انت مجموعه. انا اتمنى ما اكونش زهقتكم، بس انا بديكم بسرعه بس فكره عن كل حاجه، بحيث ان هو ليتر اون لو حد حابب يدخل في المواضيع دي اكتر وكلمات يبقى عنده فكره عن الموضوع. ايه اللي بيحصل هنا؟ ان هو اول حاجه في ورقه زي ما انتم شايفين كده اللي هي اللاير ديت، وبعد كده في الاقلام بتاعتنا، القلم بتاعنا واللون بتاعه اللي هو الازرق بيظهر كده تمام، يعني ده اسود او تختار اللون اللي انت عايزه. فده قلم عادي، ده قلم لونه احمر نغيره نخليه لونه اخضر وهكذا. فالدنيا بسيطه، ده القلم الرصاص مثلا بتاعه، ده قلم اللي هو السوليد ده، وبعد كده ديت اللي هي المحايه بتاعته، وبعد كده في حاجه لطيفه كده هم عاملينها اللي هي ايه الفل. طيب ديت ايه اللي بيحصل هنا؟ انا اللي بيحصل اتي ان انا بعمل لاير، ممكن اجيب صوره من اللايبرري بتاعتي وات ايفر الصوره اللي عايز اجيبها، مثلا نفترض يا اما فلور بلان يا اما حاجه ثانيه زي صوره زي ديت تمام، دي جبتها اصبحت موجوده على اللاير لوحدها.
بعمل فوقيها لو تلاحظوها اول ما بضغط هنا بتيجي كانها شفافه وتديني الحته دي كانها ايه لون، حتى ايفن لما باجي اتحكم فيها في لون الشفاف في نفسه ممكن تختار اللون الاصفر اللي هو المشهور بتاع الشفافات وتدي الاوباسيتي بتاعتك تقيله خفيفه زي ما انت عاوز. تمام، في ناس تحب قوي الموضوع ده. وبعد كده تبتدي بالقلم الرصاص بتاعك اللي هو اللون الاسود تبتدي تشتغل عليه، فتشتغل تعمل تصغر بقى الخط بتاعك شويه وتبتدي تشتغل على الديزاين بتاع الكتله دي. هنعمل هنا في ارش، هنعمل هنا بعض التفاصيل، هنحط هنا مش عارف عمود مش عارف عامل ازاي، وابتدي مثلا حاجه ايه بالطريقه دي. طيب ده ايه الميزه؟ طب ما ده ممكن يبقى عادي، ممكن اعمل القصص دي كلها في اي حته وهكذا يعني. طيب في بعض الفيتشرز اللي هي الهايله يعني الحاجات الروائع يعني. تمام، دي اللي هي الشفافه ماشي، يعني دي الشفافه وهكذا. الميزه بقى اللي فيها في حاجه زي كده ان رقم واحد خلينا نروح على نمسح ديت. اوكي نمسح ديت، اوكي بعد كده نعمل شفافه جديده. تمام، وهبتدي اخد هنا ديت اللي هي الفانشنج بوينت تاني. تمام كده حلو، واروح قايل له اوكي. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ نفس القصه بتاعت اللي احنا شفناها من شويه في البروكرييت بشكل كمان حتى ايفن الطف معماري. تمام وهكذا. فديت من يعني من ضمن الحاجات اللي هي بتساعد جدا جدا في رسم البرسبكتيف بدون اخطاء. طبعا من ضمن الحاجات اللي هي يعني حتى ايفن الشباك، الشباك والسمك بتاعه عملنا خلاص يعني، عايز مش محتاجين بقى حد ايه يقول لي نقطه الهروب يا باشمهندس مش كويس، انت تختارها اصلا من البدايه وهكذا. طيب ايه الحاجه اللطيفه اللي في كمان؟ انت تعالى في حاجه اسمها ستانسل ديت المفترض انها عباره عن بعض الحاجات زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبقدر الفها شمال ويمين، وبقدر خلينا نختار حاجه تخينه شويه، نختار لها اللون ده مثلا. تمام، ونمسحها بعد كده اهوت. ادي ايه عملت ايه بعض الاشخاص. في لها مكتبه حلوه قوي يعني، المكتبه نفسها لو جيت دخلنا على الاشخاص الموجودين ولا ادي الفيجرز، عندي بلانتس، عندي سامبلز، عندي اسهم، عندي عربيات من كل الاتجاهات، عندي فرنتشر. تمام، مكتبه ضخمه جدا جدا، فبتختار اللي انت عايزه. وفي حاجه ثانيه الطف كمان اللي هي لو انت عايز تجيب نفترض فلور بلان. تمام، يعني مثلا سي انا هعمل ستنسل جديده تمام من اللايبرري بتاعتي، وعايز من اللايبرري بتاعتي اجيبها من ال، خلينا نشوف كده اهوت مثلا. من ديت مثلا حاجه زي كده. تمام، انا هاخد الباترن ده، الباترن مشهور وايه ده اللي هعمل انا، ام جونا تو كرييت ات. تمام كده، فاصبحت ايه موجوده دلوقتي، ادي الايه الباترن بتاعي. حلو كده، عايز املى الحته ديت، بروح جاي هوب 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 مليتها. تمام كده خلاص اصبحت الايه عملتها. فبتقدر تعمل فيها باترن في الارضيه، بتقدر تعمل فيها، طبعا تختار اللون اللي انت عايزه، مش شرط ان هو يبقى اللون الاحمر الفظيع ده. تمام، ولكن ايه الـ يعني الفكره نفسها ايه، حته ان انت تعمل تو كرييت يور اون ستنسل ديت حاجه رائعه. خلينا نمسح ديت، اوكي ديليت، اوكي نفتح واحده جديده وناخد ديت. هوريكم حاجه ثانيه برضو غريبه شويه، اللي هي عندي في فلور بلان كنت عامله صوره اخترته ورحت عملت الايه، جبته عملته بنفس الطريقه اللي فاتت دي، عملته ستنسل وبعد كده خدت ديت رحت عملت لها ميرور، وبعد كده جيت حطيت القصه دي كده اهوت، وبعد كده ابتديت يلا خلاص عملت ايه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان انا رسمت رسومات بالطبعه بتاعتي دي. ادي الحاجه وات ايفر بقى التفاصيل اللي جوه، ممكن تعمل 10 5، تعمل التكرار اللي انت عايزه. فدي من ضمن الحاجات اللي هي اللطيفه جدا. ايه تاني؟ تعالى في عندنا مسطره هنا، المسطره دي لطيفه قوي انها موجوده. هي طبعا فكره نفسها ان انت ترسم على مسطره او ترسم يعني خلينا نروح بالقلم الرصاص برضه، ترسم على المسطره نفسها وتحركها وبتاع. طب ما الدنيا معي لطيفه يعني، انت ممكن تلغي المسطره ديت
وتشتغل عادي في المثلث بتاعك وترسم اللي انت عايزه وكلام من ده. طيب ايه الميزه اللي عندي في ديت؟ لا، الميزه هنا ان انا باجي اعمل اجيب مسطره واحطها بس هنا على يعني على الزاويه دي كده، واسيبها بس فوق. ايه اللي بيحصل هنا؟ ان انا وانا بشتغل ما بشتغلش غير افقي وراسي بس، تمام؟ فده بيتيح لك فرصه ان انت قاعد بتشتغل على فلور بلان، ويا حبذا لو انت جبت صوره فلور بلان وانت عايز تعدله، تمام؟ حاجه مثلا زي الفلور بلان، فلور بلان، فلور بلان. سي فلور بلان بالطريقه دي، ادي اهوت موجود اهوت، اوكي خدته هنا ماشي. وابتدي بعد كده احط شفافه فوقيه، تمام؟ وابتدي بعد كده اجيب المسطره احطها بس فوق كده، وابتدي بعد كده قاعد بصغر الحجم المثلث ده، وعايز اغير الجيست روم ديت بدل ما هي بالطريقه دي، عايز اخليها هنا تبقى صغيره شويه. وبعد كده اخد الحمام في الاتجاه ده مثلا، وهنا دي هخليها مش عارف ايه في يعني المهم ان انا ايه في الاخر اللي بيحصل ان انا قاعد شغال افقي وراسي، وقاعد بتحكم فيه. انا عايز اغير بيت واعمل هنا اهوت بارتيشن، واعمل الباب هنا حتى بيرس 45. فدي من ضمن الحاجات اللي هي اللطيفه جدا. حاجه مهمه جدا مش هقدر اعملها لكم دلوقتي على اساس انها مش هقدر اصور يعني بالتابلت بتاعي، بس انا مثلا ساكت في كافيه قريب، تمام؟ وبعدين الكافيه ده انا صورته، وانا بصوره في البدايه خالص اداني برسبكتيف جايد، وانا بصور هو اقترح عليا نقط الهروب اللي موجوده. وبالفعل لما تيجي تشوف النقط الهروب فعلا موجوده شغاله، بحيث ان انا باخد صوره قدام الكلاينت، وبعد كده ببتدي اعمل فيها التعديل اللي انا عايز اعمله وانا واقف وانا في الموقع اللي قدامه، وهنعمل كده وانت ده قصدك وده مش قصدك وكلام من ده، ومتهربه على الصوره نفسها بتديها ترانسبيرنسي شويه خلاص. فديت من الحاجات اللي هي العظيمه. اخر برنامج واللي هو بعد كده هننهي بيه المحاضره، واتمنى ما اكونش تقلت عليكم، وده اللي انا بحبه يعني البرنامج اللي هو ايه يسمى كونسبتس. وكونسبتس ده في بعض التوتوريالز موجوده على اليوتيوب انا اللي عاملها. الميزه اللي فيه زي ما شفنا نوت ان احنا بنعمل انسيرت للصور، وبنقدر نرسم يعني حاجات كتيره جدا. الميزه اللي فيه اللي انا شايفها يعني مثلا نفترض ان انا حاجة اعمل امبورت الصوره، اول حاجه هو سي هناخد حاجه زي مشروع مثلا، نفترض زي ده مثلا، ده كان مشروع قديم كنت عامله، باخده ترانسبيرنسي وببتدي بعد كده اهوت اجي على ده وببتدي اعمل عليه الايه الشغل بتاعي. هو لسه ما فيهوش حته البرسبكتيف جايد، ودي لو اتعملت هتبقى اضافه هايله بالنسبه له، ولكن ما زلت بحبه. انا مستوى هايل يعني نفس فكره اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو موضوع ان هو ان عندي 8 اقلام هنا موجودين، والثمان اقلام دول طول الوقت جنبي، قاعد باخد منهم على طول القلم الرصاص بشتغل بيه، بعمل اخد الفيل واشتغل بيه، تمام؟ فالمهم بيبقى دايما في متناول ايدي الموضوع ده. وبتقدر تغير دي مجموعه من الاقلام اللي هي اللي موجوده ان احنا قاعدين بنشتغل بيها، يعني بمعنى ان انا عندي مثلا افترض عندي هنا دي بشاور على الماتيريال دي، وبشاور على الماتيريال ديت، وبشاور على الماتيريال وهكذا. فديت اللي بتحيي ان انا قاعد بعمل اشبه ما يكون بفوتوشوب وقاعد شغال عليه. بس هقول لك على يعني حاجه في منتهى العجب، يعني زي مثلا الماتيريال ديت انا عايز احطها زي ديت، دي الماتيريال اللي انا عايز احطها هنا، تمام؟ فاصبحت ايه بجيب انسرت الصوره فوق صوره فوق صوره، فبتعمل انت البرزنتيشن بتاعك بمنتهى السهوله هنا، وبتقدر تعدل على حتى ايه التصميم نفسه. وكل ما انت قاعد بتشتغل كل ما هي اوتوماتيك اللاير بتتحرك ما بين ده لده، عشان في النهايه لما تيجي تحب تقفل كله وتفتح فقط ده او تفتح فقط ده تقدر تتحكم فيه بسهوله. تاني حاجه يعني سي انا بعمل تعديل هنا
والتعديل ده هيبقى بالطريقة ديت. طيب الصورة مثلا نفسها، أنا باجي هنا عايز أمسح منها حتة، تمام؟ فبتمسك اللي هي الإريسر فيو تمسحها، تمسح المنطقة دي. بس في بقى دي احنا قلنا التانيك تراستر، وديت عبارة عن فيكتور. شايفين أنا ماسك إيه؟ ماسك الجزء اللي أنا مسحته وقاعد بحركه، فبيمسح لي منطقة تانية. هتبقى واضحة طبعا لو احنا عجينا على الصورة دي نفسها واديناها 100%. ادي الصورة اللي انا حتة المحاية اللي انا بتحرك بيها، مسحت بيها الحتة ديت او احركها تمسح دي. دي بتديك ايه، او بتدي في النهاية chances لايه؟ ان انا لما باجي بعمل اي صورة وبدخل عليها بعد كده ان شاء الله بعدها بشهرين ثلاثة، بقدر اعدل فيها، اقدر اعدل في الخطوط اللي هي اللي هي ديت انا عايز امسكهم كده، دول حلوين دول، وحولهم لقلم رصاص. تمام، خلاص حصل. عايز عايز اعدل ديت، اخليها الفيل، اغير لونه، مش عارف ايه، اعمل له ايه يعني، اساسي حاجه زي الفيل ده، وده اللون اللي هو الطبيعي بتاعه، بس هديله لون احمر انا المره دي مثلا، ازاي؟ فبتقدر تعدل فيه اي حاجه. مؤخرا من حوالي من اسبوعين ثلاثه كده ابتدوا يعملوا حاجه اسمها الجريد والسناب، وديت بتتيح لك فرصه نفس القصه اللي هي موضوع الافق الراسي، ودي اتس بيرفكت بالنسبه لما تيجي تعمل برضو ان نجيب الفلور بلان بتاعنا من اي حته، او اليفيشن او اي حاجه زي كده، بحيث انها تبقى مرسومه يعني جست لايك تو دايمنشن، نفس الفلور بلان اهو جبناه، وديت ترانسبيرنسي شويه، وابتدي بعد كده اقعد اعدل فيه. تمام، وعايز اصغر ديت، مش عايز اخليها بالطريقه ديت، عايز اخلي ديت بالطريقه ديت، وهكذا. فدي بتتيح لي فرص كتيره جدا ان انا اقعد اعدل واشتغل حتى بدون مسطره. يعني كنت الاول قبل ما يخترعوا الموضوع ده كنت بشتغل كده، وبعد كده هو لما حتى غيروا ديت، ديت كانت مرحله مؤقته ان هي ان انت تخلي سموثنس 100% فتشتغل افق راسي بس، وكنت عمري ما ظبطت الافقيات والراسيات. لما بتشغل سناب خلاص دلوقتي انتهت المشكله دي، واصبحت بتشتغل الاين تو جريد بشكل هاي. انا هوريكم يعني ده ببساطه بعض الحاجات اللي ايه اللي انا يعني مثلا زي دي كانت حاجه مؤخرا برزنتيشن عملته، والبرزنتيشن زي ما انتم شايفين حط سما، غير كذا، كلها على اللايرز، كلها مختلفه. فدي بتتيح لك فرصه ان انت بتعمل شغل لطيف وسريع، والميزه اللي فيه ان هو ان انت بتعمل بتختار كمان يعني حتى ايفن في لايبرري كويسه، بس بتقدر تجيب كمان يور اون لايبرري. تمام، يعني بمعنى ان انا هجيب الناس دول، الناس دول جم هم بدون خلفيه. تمام، خلاص وي ار دان يعني، خلاص سوري حطوهم بس فوق شويه، بس ذاتس ات. فبتحصل على برزنتيشن سريع في وقت قليل. دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي ليتل كومبليكيتد اشتغلت عليها شويتين. كانتيريور بتحط فيها ماتيريال، بتحط فيها، بتقطع فيها، يعني المهم انها بتبقى ايزي تو كنترول. الحاجه الهايله اللي فيه الموضوع ده، انا كنت نزلت له فيديو قبل كده اهوت، بس ده كان الفكره بتاعته ان انت بتيجي بتسي تعمل لاير جديده و نيو لاير، وتبتدي تعمل فيها الشادوز مثلا. ادي الشادوز، ادي الشادو مثلا نفترض ودي بالطريقه دي، وتبتدي ترمي ظل على المنطقه ديت، وتدي لاير ثانيه للمبنى بحيث تبقى اغمق من الظل اللي انت رميته تحت مثلا. وبعد كده ديت لسه ستيل، بس الشادو بتاعها تقيل هنا، وبعد كده راجع غطى ديت، وهكذا. فديت امكانيه انك تعمل شادوز بسرعه وتبقى متمكن منها يعني فيري ايزي. وحتى ايفن اللي هو المسح اللي انا عملته ده مسح سوفت، بحيث ان هو يديك الجريدينت وهكذا. فيعني ديت بعض الحاجات اللي انا اشتغلت عليها بالكونسبتس، وكذلك دي حاجات فيديوهات قديمه في يعني من 4 سنين او حاجه زي كده كنت ابتديت اشتغل عليها. دي من الحاجات اللي هي لطيفه جدا، كانت صوره اوريدي حاجه مشهوره واشتغلت عليها بالفيل كذا لاير. ديت
حتى ايفن لما الواحد بيجي يشتغل على على مشروع مثلا، وبتعمل بتتكلم مع الشباب اللي هم بايه التيم بتاعك اللي هو بيعمل ريندرينج، فبتقدر تكوميونيكيت معاه ان انت لا كبر لي دي، صغر لي دي، تعمل لي دي مش عارف كذا يعني، وهكذا يعني. بتعمل ايه شويه الكومنتس دي كلها كانت ممكن تاخد مني في الوضع اللي هو العادي بياخد مني مثلا نفترض حوالي ساعه، بقت تخلص مني في 10 دقائق هنا ان انا ادي كومنت وايه وابعت. كونك ان انت قاعد موجود يعني، حتى ايفن لما يعني بتعمل ريبورت، بتعمل اي حاجه يعني، كل الحاجات دي كلها معظم الشغل بتاعي اشتغلته ده مساسي، مشروع حاليا قاعد شغال مساسي عليه. ديت من ضمن الحاجات اللي هي البرزنتيشن اللي عملتها برضو بتعملها يعني تكنيكال طبعا يعني، بتتعب شويه الاول لغايه لما تعمل انت سوري عشان لفيت اظن. كونك تعمل اللايبرري بتاعتك الاول تتعب فيها يعني، ده الديزاين بتاعي، ديت الشيتس لوحدها، ديت طبعا الكلام كله يبدو ان هو معقد، بس مش معقد ولا حاجه، الموضوع يعني سو ايزي، وخاصه لو لقيت حد جنبك قاعد بيرسم نفس الطريقه وكلام من ده. فديت نوعا انا يعني الستايل بتاعي ان انا بجيب زي اشبه ما يكون بشتغل على سكتش اب او وات ايفر اي برنامج 3 دي، وباخد منه لقطه، وبعد كده ببتدي اخد اللقطه ديت وابتدي احطها، وابتدي بعد كده ارسم فوقيها بحيث ان انا احط الديزاين بتاعي يعني، ما اتعبش نفسي كتير في الديزاين يعني 3 دي قبل ما ابتدي اعمل سكتشات بنفسي وهكذا. ده يعني اوفرول الشغل اللي انا نوعا عملته في بالتابلت. تقدر زي ما قلت تقدر تعمل برزنتيشن بيه، تقدر ترسم بيه، تقدر ترسم بيه 3 دي، تقدر تعرض بيه 3 دي، تقدر تستخدمه كفيسبوك او حتى ايفن جوجل ايرث او حاجه بالطريقه دي، تقدر تشتغل على بقيه بقيه البرامج نفسها او بقيه الحاجات، اي حاجه بتيجي تقدر تحاول تطوعها تمام، على اساس انها بتبقى في النهايه المكتبه بتاعتك جاهزه. تتعب شويه شهر شهرين لغايه لما تكون مكتبتك، تقدر تعمل مكتبه بتاعتك طبعا يعني ايه، من على الفوتوشوب حاجات قديمه عندك، بتقعد تنظفها، بتقعد تشيل الخلفيه، كل الحاجات دي كلها مجهود بيتعمل، ولكن في الاخر خالص بيبقى معاك انت جهازك تقدر تتعامل بيه باريحيه وهكذا. ده يعني ده سو فار اللي مخليني احاول بقول للناس ان الموضوع ده مش رفاهيه، وموضوع انك يبقى عندك مثلا سي تابلت او حاجه زي كده اهوت بتبقى حاجه مهمه. وفي نقطة أخيرة، في حاجة اسمها الدينايل، يعني الدينايل اللي هو إيه، أنا بتعود يعني، أنت بترسم دلوقتي على حاجة دمها تقيل إزاز والقلم بيجري عليها، غير إحساس القلم والورقة وصوت الخربشة بتاعت القلم، طبعا كلها حاجات بتفرق كتير جدا جدا، ولكن زي بالظبط الفطام يعني، الفطام والطفل اللي عايز يرضع دايما عايز يرجع لامه دايما عايز يرجع وهكذا، فانت لازم تحاول قدر الامكان لو انت هتشتغل حاجه زي كده اتس بيج انفستمنت وهتبذل مجهود، ولكن النهايه ان على حد علم يعني ان هو العلم نفسه او الحاجه دي كلها موجوده في الدماغ مش في التول، دي عباره عن تول، التول ديت انت بتستخدمها يعني. ايام ما كان موجود اوتوكاد كنت الواحد قاعد بيعاني لغايه لما توصل سرعته زي ما هي موجوده في المانيوال، وبعد كده لما وصلنا للريفت ازاي توصل سرعتك في الريفت وتتعود عليه تبقى فاميليار معاه زي ما كنت في الاوتوكاد، ولما كنت بعد كده تشتغل النوت على التابلت انا عايز دي تبقى زي ايديا تمام، فتبقى طبعا معاناه في البدايه، ولكن بتعصر على نفسك ليمونه وتبطل تحاول تفطم نفسك من المانيوال والوضع العادي علشان تسيب تدي نفسك فرصه انك تتعلم اكتر وتحط نفسك في في في, في زنقات. بس هذا وبالله التوفيق وشكرا لكم وتحت امركم دلوقتي لو في اي سؤال. الف شكر يا شمس، انا ربنا يكرمك، عرض رائع وعملي وما شاء الله، في واضح في فن وفي حاجات اكتر من سوفت وير يعني، حضرتك بترسم خبرة سنين في الرسم والحاجات ديت، الله يبارك حضرتك. لو احد عنده سؤال يعمل بس راس هند.
اعتقد ان محتاجين جهاز يكون قوي شويه، تابلت قوي عشان نعرف نشتغل على البرامج ديت. هو تابلت اصلا، تابلت ما زي يعني التابلت اصلا، هو حتى ايفن لما تيجي ك ك كايباد انت بتروح تشتري الكبير زي الصغير، زي الكباسيتي بتاعته 128، زي الكباسيتي بتاعته 200، يعني هو هي جهاز معايا زي جهاز واحد، اللي هو خاصة في موضوع التابلت ده، فما بتفرقش كتير جهاز حديث، يعني ما فيش عارف انت ما عندكش خيارات كتير، كل الخيارات بتبقى فقط في الكباسيتي، بس هو نفس الجهاز هو. بس لازم يكون في قلم على اساس ان هو يقدر يرسم. طبعا هو القلم اللي هو الافضل صراحه، انا جربت بعض الستايلس المختلفه، ولكن القلم اللي هو البنسل بتاعه اللي هو بيجي مع الايباد برو بيبقى هو طبعا هو اللي الافضل واكثر حساسيه. في شركات كتيره بتطلع اقلام بتشتغل على كتير من الاجهزه، وبس فبس يعني انا على حسب استخدامي الابل بنسل هو ده اللي يعتبر الافضل يعني. في سؤال، هل تنصح بإدراج هذه الأدوات في تدريس استديوهات تصميم العمارة؟ والله الموضوع بس راجع للناس نفسها، يعني راجع لكل، لان هي القضيه في الاتي، القضيه ان هي الحاجه دي يعني اكسبنسيف معاها ازاي، فانت هتحطها ازاي ادراج مثلا سي في بلد ما يعني القدره الماديه بتاعت الناس صغيره، فمش هتقدر تعمل حاجه زي كده، ولكن هي بالنسبه لي تعتبر حاجه استثمار، وتقدر يعني تستفيد جدا من الاستثمار. طيب في سؤال باشمهندس عمر، باشمهندس عمر اتفضل. السلام عليكم. بس حبيت أسأل إذا في برنامج نفس الشيء بس على الويندوز مش على التابلت نفس الكونسبت الخاصية. اللي هو آخر حاجة شرحت له، آخر حاجة شرحته ده كان ليه ثلاثة فيرجن، يعني ليه الأندرويد وليه الأي أو إس اللي هو اللي أنا كنت بشتغل عليه، وليه كمان على الويندوز، والنسخة بتاعت الويندوز بتاعته جميلة لطيفة يعني. فبس انا يعني نصيحتي انت هو اهم حاجه القلم صراحه مش البرنامج، يعني القلم عشان لو انت تشتغل مثلا نفترض هتشتغل على الويندوز هتشتغل لازم هجيب واكوم، هجيب قلم واكوم وتشتغل بيه، فانت ليه تشتغل بحاجه زي كده طالما انت عندك الفوتوشوب. شكرا. في سؤال مشانس بهاء بيسأل، الجهاز اللي مع حضرتك نوعه ايه؟ هو ايباد برو تمام، وفي في نوعين، في نوع اللي هو ال 12.9 اللي هو مقاس كبير، وفي نوع اللي هو ال 9.7، فالاثنين زي بعض بالظبط، هو بس فقط المقاس هو ده اللي بيفرق. تمام، الله يكرمك يا باشمهندس، جزاكم الله خير على المحاضرة الممتعة دي، ويعني الله يكتر خير فتحت لنا مواضيع كتيرة ممكن نبدأ نشوف البرامج دي ونجرب فيها إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله الله. يكرمك. وانا عموما انا متواجد يعني على كل السوشيال ميديا، لو حد في اي حاجه يعني انا ما عنديش مشكله خالص بجاوب، يعني ما عنديش مشكله. الله يكرمك يا استاذ، انا حطيت طفيع. لينك الحضور لو حد عايز يسجل حضور، وشهاده هتوصل على طول على الايميل، يعني توصل له على طول اول ما سجل الحضور هتوصل على طول ان شاء الله. تمام. واحد وانا بيسال، في الموقع بتاعي اللي هو على اليوتيوب او على حتى الانستجرام انا بنزل فيه بشكل دوري، وفي بعض الحاجات يعني بعض حتى ايفن الكورسات اللي هي المانيوال موجود، كورس باللغة العربية موجود، وسون هيبقى باللغة الإنجليزية إن شاء الله. تمام، انا هسيب حضرتك حط اللينك بتاع القناه بتاع حضرتك على الشات اهوت، انا حطيت اللينك بتاع اليوتيوب، هو هتلاقوا فيها شرح بقى اغلب البرامج اللي باشمهندس زي ما اتكلم فيها، بصيت فيها بالظبط. ده حلو ان شاء الله. واحد لو حد دور باسمي أسامة الفار هيلاقيني في كل الأماكن دي، أسامة OSAMAELFAR هيلاقيني في سواء في اليوتيوب او الانستجرام او الفيسبوك او وات ايفر يعني، تمام او لينكد ان حتى. تمام جزاكم الله خير. الله يخليك.